هالجمال هذا كله والدلع هذا كله والدلال. لا 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 توحى توحى ابغى اقول لك شيء توحى توحى تراني هايم بهالعيون والهان توحى تكفين حني على قلبي الهيمه يا عمري على الوقفه يا قلبي ايوه قلبي عليك التاع. والنبي ده انت نمره. تعال ما اقول لك تعالى يا ويلي ويلاه خش. يا جواد يا حبيبي. لا 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 توحشك خايف كابور خد خابور كابور خد خابور يا ناس. جرى ايه يا مدام؟ ليه مفيش حاجه عجبك المره دي؟ طب وعليا النعمه انا ما بطلع البضاعه الغاليه دي الا للزباين الغاليين اللي زيك بس. بصراحه بقى يا اشجان ذوقك مش بيعجبني والناس بقى اذواق. وزه صاحبتك فهمتني وبقت تجيب لي حاجات على ذوقي. وزه؟ اه دي بنت شاطره ومجتهده وفوق كده ذوقها حلو قوي. لا وفوق كده كمان يا مدام قطعت ارزاق الصراحه. بتقولي ايه؟ بقولك يا مدام حطي عينك في وسط راسك احسن لك. بمعنى الصراحه يعني بقولك ايه؟ انا بفهم في الناس كويس والبنت دي مش حراميه واللي بتعمليه فيها ده اسمه اذى. واللي هي بتعمله فيا ده اسمه ايه يا مدام؟ لما تحلق على زبايني تاخد زبايني من ورايا يبقى اسمه ايه يا مدام؟ اسمه اختي ارزاق. لا ده اسمه قطع ارزاق. بقولك ايه؟ اتكلي على الله انا ما احبش حد يعكر مزاجي وانت عكرتي مزاجي. لا على ايه؟ حقك علينا. الارزاق على الله. يلا اتكلي على الله. الله يخليكي يا مدام. مع السلامة. ميمي عايزاك في كلمتين كده. طب ما تيجي نقولهم في المخزن احسن. لا الدماغ مش رايقه المزاج متعكر. ارغي. وازاي بتخونك؟ بتخوني مع راجل تاني؟ شوف الراجل. هو انت يا راجل كنت طولتها اولاني لما هتخونك من اساسه؟ ما ترغيش كتير ولا خاص الكلام قولي. بتخونك يا اخويا في لقمه عيشك. بتسرق منك زباين المحل عامله المحل ده كوبري علشان تعدي بيه تاخد الزباين وتمشي. ازاي؟ بتقول لهم بتاعتك زي النيله مهببه ذوقك منيل وهي بتجيب لهم حاجات تانيه من بره. دي بتستعماني بقى. لا يا اخويا كف الله الشر دي بتستغفلك. البنت دي تتمسك لغايه لما تتمكن. لكن على مين؟ ده انا ميمي. خد بالك البنت دي في شهر واحد شهر هتجيب لك دوره في المحل. ليه وانا كرودي ولا ده عصافير؟ لا يا حبيبي انت بس مريل عليها. هو بقى مش خساره فيكي نقيس لسانك ده بالمتر. ماشي ماشي يا وزة. اما خليتك بطة لم كتاكيتك بقى واقفل عشتك يا جميل. اديني قول سلام. يا بعد عمري روعة من جد روعة. تسلم وتعيش يا باشا. توحى توحى وش هالجمال والدلال والدلع. لا 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 توحى توحى من جد انا انبسطت وعشان كذا راح ابسطك. خذي هذه الفلوس وجيبي لك حاجة حلوة يا حلوة. ترحى وش فيك؟ أحس إنك ما أنت مبسوطة. لا يا باشا ما فيش حاجة مبسوطة أوي. أنا بس افتكرت حاجة كده يعني. لا لا توحى ما أبغاكي تتذكرين حاجة كده تزعلك. توحى هالعيون انخلقت عشان تكون سعيدة. أنا هنا توحى عشان أسعدك. توحى انبسطي استانسي توحى خلاص. كل شيء حلو راح يجي توحى. جبت اللي قلت لك عليه؟ ايوه جيب. كحلال عليك يا ولد ابوي. بقول لك ايه؟ لو عوزتها تاني جيب لي جزازه وحته حشيه زي دي. ليه؟ هي مين يعني؟ ياض البت توحى دي تلقى ياض. وكل الرجاله هنا نفسهم تبص لهم بعينيها بصه واحده. خلاص لو عوزناها تاني يبقى نجيب لك ازازه وحته حشيشه زي دي بس لما تبقى تعجبنا الاول. اوعى يا اختك تقول لها الا ابوها يعرف يقتلني. تمام. لا تمام يلا خش انت وانا اروح اظبط راسي. ربنا معاك يا ولد ابوي. وقلبي من حبك دك دك وقلبي منك دخ ودك. سي حسني
ولع لي واحدة تاني. هولع لك واحدة تاني. واحدة تاني. يا انت مين؟ انت مين؟ يا لهوي يا خرابي. حضرتك ثلاث ادويه موجودين وواحد مش موجود، ثواني اجيب لحضرتك الادويه وارجع لحضرتك تاني. ماشي يا دكتور. خش يا ستي عشان بس ما تقوليش اني مش سالعه عنك. وهي رجليا فتفجت من شويه؟ معلش بقى اعمل لك انت اللي طلعتي طريه. اهلا اهلا بالحلوين. ها ضاربين من المره دي؟ طحا ايه اللي جابك هنا؟ جاي ارقص هنا يا اختي، هكون جايه ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا اختي، يلا ارقصي. طب يا اختي طبلي لي وانا ارقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده انت اللي لسانك قطعه، بس اعمل ايه؟ دمك خفيف مع انك كنت طايحه فينا زي الطول الهايج المره اللي فاتت. امال انا عايزين نعمل ايه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ما محبه الا بعد عداوه. بقول لك ايه؟ هي الكحله اللي انت حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ اصل كنت مكسوفه اسالك المره اللي فاتت. تعالي وانا اعملها لك، والنبي ده انت قمر. جد؟ شايفه؟ شايفه الصحاب هتحط لي كحله مش بتلففني على كعب داير. قوامك بعتيني؟ ما انت يا اختي اللي قلتي لي لففيني عايز اشوف ناس، اعمل ايه انا بقى؟ اهلا اهلا اشرقت الانوار. مين بقى اللي عورك المره دي يا شاطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. معروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركه بسيطه كده راحت لحالها، لا يتحمهم ويحرقهم. بص يا ست الكل، دول حساب 15 جنيه، ثلاث ادويه موجودين واحد لا، وانا كاتب كل حاجه على علب الادويه والمواعيد ما عدا دواء واحد بس بيتاخد مره في اليوم والباقي كله ثلاث مرات. تسلم يا دكتور. شكرا. شكرا. الف سلامه عليكي. الف سلامه عليكي. تقومي بالسلامه يا اختي. في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز قطعه ما ربيتك؟ يلا ابقوا تعالجوا وتعالوا لي على السلم انا فاضيه. هنجيلك يا اختي بس لازم تحط لنا كحل احنا الاثنين. بقول لك يا بت ده انا مش هحط لك كحل، ده انا هحط لك شطه. شفتي شريره ازاي؟ وتقولي لي صاحبتي؟ ماليش دعوه يا اختي، هتحط لي انا كحل. تأمروا بإيه يا عمرات بقى؟ اتفضلي ردي يا أختي.